المزيد حول هذا تطورات هذا الموضوع نربط الاتصال مباشرة بموفدنا إلى جماعة تمروت بإقليم شفشاون فتح الله البوزيدي. فتح الله، أهلا بك. أهلا بك نجاة، وأهلا بمشاهدينا الكرام من جديد من هنا من إقليم إغران بقرب الحفرة التي يتواجد بها ريان. إذا ماذا عن آخر المستجدات بخصوص هذه العملية؟ نعم نجاة، قبل لحظات من الآن خرج العاملون المكلفون بالحفر حفر النفق ليفسحوا المجال أمام رجال الوقاية المدنية لكي يباشروا مهمتهم الحساسة، عملية معقدة جدا. يقتربون بشكل كبير من الطفل ريان من أجل إخراجه من الحفرة التي يقبع فيها منذ أيام. هناك تقنيات واستراتيجية دقيقة من طرف رجال الوقاية المدنية، هم الآن يباشرون الحفر بشكل حثيث بشكل دقيق جدا من خلال يعني خبرات التقنيين الذين يعملون داخل الحفرة. هنا من خلفي تلاحظون كذلك تأهبا كبيرا للسلطات بمختلف مكوناتها من أجل الاستعداد للحظة إخراج الطفل ريان و نقله عبر يعني الآليات المبرمج لها والمخطط لها والتي جهزت وسخرت من أجل هذا الصدد، من أجل نقله بعد ذلك إلى إحدى المؤسسات الاستشفائية. ما زلنا هنا نترقب كلنا يعني كوسائل إعلام كمجتمع دولي إلى غير ذلك، نترقب لحظة إخراج الطفل ريان وكلنا أمال بأن يتم إخراجه وعلى قيد الحياة لتتم تقديم الرعاية اللازمة، الرعاية الطبية اللازمة، جميع الأطر الصحية والطبية على أهبة الاستعداد من أجل القيام بالتدخلات اللازمة في الوقت المناسب. نجاة، نعم، وهل تحدث ربما جنود دول الإنقاذ عن وجود عراقيل في آخر لحظة مثلا؟ نعم طبيعة الحال خصوصية الأتربة داخل الجب داخل البئر وداخل كذلك النفق، القناة الموازية التي يجري تشييدها بقيت سنتيمترات قليلة قبل لحظات من الآن، بلغنا من السلطات المحلية أنه بقي 90 سنتيمترا، يمكن الآن أقل، وهو الأمر الذي يعني يحيلنا أو يجعلنا نبقى متيقنين أن خروج ريان أضحى وشيكا في بعض لحظات من الآن ممكن أن يخرج أو يتم إخراج الطفل ريان من الحفرة التي يقبع فيها منذ أيام. نعم، وأيضا هل لديكم يعني فكرة عن سيناريوهات أو الكيفية التي سيتم بها استخراج ريان؟ هل سيرافقه الطاقم الطبي ربما إلى المكان الذي يوجد به الآن؟ أم أن الفريق الطبي سينتظر إلى حين خروج ريان؟ نعم هناك، نعم تفضل. نعم هناك تأهب واستعداد لمختلف الوحدات الوقاية المدنية والأطر الصحية بالقرب من الحفرة بالقرب من النفق والمنفذ الذي شيد من أجل هذه الغاية، غاية إخراج الطفل ريان. تم كذلك إدخال جميع المعدات الطبية من أكسجين والمعدات الصحية اللازمة في حال يعني أنقذ على قيد الحياة، تتم تقديم الرعاية الطبية والصحية اللازمة للطفل ريان خصوصا في الوقت المناسب. نجاة، نعم، وكآخر سؤال فتح الله، ربما نريد أيضا أن تقربنا أكثر من الأجواء التي أنت يعني وسطها، سمعنا عبارات التكبير وأيضا دعاء موحدا للطفل ريان، كيف تصف كل هذه الأجواء؟
نعم نجت، الكل يترقب لحظة أو لحظة النهاية، نهاية هذه القصة، الكل هنا بقلوب قلقة، الكل في ريبة من أمره، يعني الكل ينتظر بفارغ الصبر. السلطات قامت بتحويط المكان بحواجز كما تشاهدون، يعني مكان الحفر لكي لا يتم الاقتراب أكثر من طرف الجماهير التي تحيط بمكان الحفر. نعلم أن هذه العملية، عملية الحفر وعملية الإنقاذ، هي محفوفة بالمخاطر، وهذا سيجعل السلطات وقوات وطواقم الإنقاذ أن تركز بشكل أكبر على عملية إخراج الطفل ريان، وأن تبقى الجماهير بعيدة ما أمكن، وهو ما يبرز في هذا المحيط من خلال الإنزال الأمني القوي. سلطات الدرك الملكي كذلك القوات المساعدة تقوم بالواجب لثني الساكنة وكذلك الجماهير من الاقتراب من مكان الحفر. نجاة، وسنوافيكم بتفاصيل أوفى في موعدنا الإخباري لاحقا. نعم، وفدنا إلى جماعة تمروت بإقليم شفشاون فتح الله البوزيدي، شكرا جزيلا على كل هذه المعطيات.